مركز دار الأشعة، أول مركز متكامل للأشعة التخصصية بجميع أنواعها وبأحدث الأجهزة الطبية. يوجد لدينا جهاز ديكسا سكان لونر أدفانسد الأول من نوعه، حيث يقوم بقياس وتشخيص هشاشة العظام وقياس كتلة العضلات وتوزيع الدهون بالجسم. يقدم المركز رعاية طبية من خلال العيادات التخصصية. للاستفسار يمكنكم الاتصال على 091-30-34-12. عنواننا بنغازي، طريق طرابلس مقابل جامعة بنغازي بجوار وكيل تويوتا. مواعيد العمل من 9 صباحا وحتى منتصف الليل، ويوم الجمعة من 12 ظهرا. مركز دار الأشعة، التخصص عنوان. يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. شريف معدن يزكي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم على الخير تلاقينا، كيف تعودنا في حلقة حلقاتنا احنا جولوا بكم داخل ربوع بنغازي، وهذه فرصة للناس اللي عايشين برا بنغازي يحقوا أجواءنا ويحقوا بلادنا في رمضان ويحقوا وضعنا الجميل داخل هالمدينة الحبيبة. في حلقتنا حناخذ ضيف من ضيوفنا حيكون معنا نجول به اليوم وندير تكسيدتنا وتهشيشتنا وأجواءنا، وبعدها حيكون الجو حلو كما تعودتوا عليه في كل حلقاتنا. بداية شكر خاص جدا للراعي الرسمي برنامجنا مركز دار الأشعة اللي موجود في منطقة قريونس مقابل الباب الرئيسي جامعة بنغازي. شكرا لكل الداعمين معنا في برنامجنا، بكاميرا منذر فرجاني وعواض البرغثي، حين نعيش معاكم أجواء جميلة داخل مدينة بنغازي، ومعي محمد شركس، وعلى الخير تلاقي. طب بعضنا وصلنا لحوش ضيفنا اليوم أستاذ أحمد، هنأخذوه معنا بعدها حنجولوا بيك في أجواءنا اليوم. اليوم حتكون في حاجة جميلة، أن أحد داعمي برمجنا أبو عشرين حنخشوا ونصوروا المصنع وهم يخدموا في التورتات وفي الحلويات. احنا عارفين الحاجة الحلوة لما نأكلوها جميلة، والأجمل لما نشوفوها كيف تصنع. أهو ضيفنا جاي نأخذوه ومن ثم نواصل حلقة. أجواء برنامجنا اسمع على الخير تلاقينا، وإن شاء الله يا رب دائما تلاقوا على الخير. كيف احنا نقوله بالليبي، اليوم مع بعضنا تكسدتنا وتشتتنا مع بعضنا، حنجولنا وياك نديروا أجواءنا هيك، وبعدها حنحكي لك شو باقي حلقتنا. تمام، نتوكل على الله وننزلوا عند حمودة. طبعا احنا أجواءنا حنجولوا معنا إيلين اليوم. طبعا إيلين نورتني اليوم ونورت حلقتنا، وحتكون حلقة مميزة اليوم ان معنا هالأموال الحلوة ان شاء الله يا رب. توا بعضنا حنخش عند حمودة الشيخي احد داعمين برامجنا، تشتنا على اللحم وبعدها حنهدسوا في أجواءنا. هيا إيلين. على سيرة إلين، احنا طبعا إلين احد زهراتنا كشف مشتات ليبيا، صح؟ سنة 14 تقريبا. من القايده بتاعتك؟ قايده سهير. قايده سهير، صديقاتك هي قايدتك. كويس.
احنا ريت على كل ابناء الحركه والحمد لله يعني كانت تعلمنا منها واجد. اي والله لا حركه. من عندك من عندك في الكشافه غير إيلين؟ خالاتها قريب نقول لك كلهن وخواتها اثنين ايات الله واليانا حتى هن فتيات في الكشافة. ايوه دويتي يا طيب فيك. لا تبارك الله فيك يعطيك الصحة. طبعا احنا ما زلنا معك متوسطين تو طلعنا من عند حمودة وهو القعدة هنا حلو بصراحة مكيف برا جو حمود. يبان الأصيل في الشدة في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. طبعا في اجواءنا حلوه اليوم واجواء حلوه وين يا الحمو بس حلوه بيك انت اليوم وبيلي الله يسلمك. طبعا حنخش مجمع العطاء قلنا تعال نخش نحكي جوا برا قلنا مو قدو وبرا حمو تعال هي بسم الله السلام عليكم. تو انا حنخليك مع إيلين تمام نديروا جولتنا في السوق وناخذوا حاجاتنا ونكمل جولة. تمام انت طيب ان شاء الله. حميد طبعا احنا شنو احنا في برنامجنا فيه اسم البرنامج لنا فيه النصيب الاكبر هو على الخير تلاقينا يعني انا وياك حنتلاقوا على عمل خير اليوم. نحن كل حاجه نجيبوها نجيب منها في اثنين واحده هديه لك والثانيه هديه لعائله من عائلاتنا الليبيه اللي حنمشوا نعطوها هديتنا بدون ما نصوروا معها. وليش بتمشي حتى هي هذه نفس العائله واحده ثانيه؟ لا هذه هديه البرنامج هذه هديتنا وهذه هديتنا نحن مو هي نفس العمليه كان هذه تمشي لحد اخر حتى هو ممكن لا انت هديتك معايا لا هذه هديتي على هديتي ما تردهاش لا ما ردهاش حبيبي بس يعني ممكن في حد اخرى لا ربي كبر لا احنا الحمد لله هو نفس العمليه انا معبي الحمد والشكر لله بس الحمد يعني لله يعني ما مش ناقصني شيء بس مرات في شيء تاع حد ثاني لا هو فانت مشيها يا سيدي استثناء ومشيها اثنين مشيها عائلتين ربي يحفظك وجدير وتمين الحمد لله ان شاء الله ربي يقدرنا احنا كداعمين برنامج مش مقصرين احنا اليوم فكرتنا احنا شنو نتلاقوا على الخير واجوانا سمحه في وسط مدينه بنغازي فعشان كنا شنو كل شيء ناخذ من اثنين صح. تمام ف... والله في واحد في ابن بنغازي وابن بنغازي راح قاعد مأجر وعنده حرم عيال وقاعد مع عمره ما قال انا مستحق حاجه الحمد لله اقسم بالله قلت نفس راي كبيره بك صح وراهو نقول لك حاجه مرات حتى اي حد من اصحابه من قصه مدير من جماعتنا من الدير كيف هو كيف اي حد بدون ما يعلم اي حد يمدنا بدون ما يعني يوصل له شيء بدون ما يعلم الحمد لله بأمان. نفسه وحيكون معانا ما هو مكان باذن الله تعالى يعني كيف ما فهمتك انا توه يعني شوف انت اي حد جميله والله حلوه قول يلا قول يلا هاي بقول يلا هاي ما شاء الله هاي الأصيل في الشدة في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير علي. مركز دار الأشعة
أول مركز متكامل للأشعة التخصصية بجميع أنواعها وبأحدث الأجهزة الطبية. يوجد لدينا جهاز ديكسا سكان لونر أدفانسد، الأول من نوعه، حيث يقوم بقياس وتشخيص هشاشة العظام وقياس كتلة العضلات وتوزيع الدهون بالجسم. يقدم المركز رعاية طبية من خلال العيادات التخصصية. للاستفسار يمكنكم الاتصال على 091-30-34-12. عنواننا بنغازي، طريق طرابلس مقابل جامعة بنغازي بجوار وكيل تويوتا. مواعيد العمل من 9 صباحا وحتى منتصف الليل، ويوم الجمعة من 12 ظهرا. مركز دار الأشعة التخصصي. يبان الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير عليك. من احسن مدرسة عندك في المدرسة؟ احسن ابله عندك من؟ هي تحك فيك يا دوق قبيله. ابله نزيها. شو تقري فيك ابله نزيها؟ عربي ودين. عربي ودين. شاطره فين انت؟ هي كم تقرا؟ كم انت؟ ثالثه ابتدائي. ما شاء الله بهي. وين احسن تقري، في الحوش ولا تقري في المدرسة؟ في الحوش. حد يتعديك في الحوش؟ حد يقري فيك؟ بكل لعب وخلاص. لا عندك روح يعني. ربي يحفظها ان شاء الله يا رب. الأصيل في الشدة، في وين ما تبي تاخذ بيدك يدك تربى الخير مشاهدينا الكرام. في كل حلقة من حلقاتنا تعودنا مع ضيفنا يكون عندنا زيارة لحلواني معتز بعشرين، لكن اليوم حبينا تكونوا كلكم معنا وتشاهدوا معنا كيف يتم تجهيز الحلويات الغربية داخل حلواني معتز بعشرين. Thank you.
23 أصل المذاق. يبان الأصيل في الشدة في وين ما تبي تاخذ بيدك يدا تربى الخير علي. حلقتنا هيكي انتهت معاك، بس نحن معانا احنا زي ما انتهتش، وحمادي نورتني اليوم وان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت طيب ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله البلاد تهنى على العيد هذا ان شاء الله، ونلتم كلها مع بعضها باذن الله. اليوم سعيد بجولتي معاك، جوله بنغازيه شبابيه بحراويه حلوه. تحيه لك كل سكان وسط البلاد، سوق الحشيش، وان شاء الله بيكون الخير جاي، ان شاء الله تعمر، ان شاء الله يجيها من يحبها ويصبها. امين والله، امين. هذا هو النبوه والله، ربي كريم. الله كريم، الله كريم، الله كريم. يلين بنعد نحن، شو نقول لما نعد؟ كلنا طيبين. انت طيبه، ربي يحفظها لك، ان شاء الله كل عام وانت بخير، ربي يعطيك ما شكلك في 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 ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم، واللي ماشي له دبش حيدعيكم ان شاء الله. والله هذه من عند الله عز وجل بامانه، والله الله يبارك. لكن احنا الخير خيرين اليوم، احمد الهديه اللي عنده يبي يعطيها هديه، حتى هو الواحد من اصحابه، نحن هديتنا حنعطوها لحد معنا، وان شاء الله الخير يكون معنا. احنا هذا النبوه دائما تلاقوا على الخير ان شاء الله، وربي يعم الخير ان شاء الله. ربي يعطيك حماد، بارك الله فيك، الله يحفظك، تسلم. بك شهد الكرام، انا حلقتي انتهت مع احمد اليوم، وشكرا لله وشكرا لبنيته ايلين على هالاجواء الجميله. كما قلنا دائما احنا الخير انتلاقوا، ونحن اليوم احمد حب انه هو يشارك معنا، وهديته اللي جت ماشي بيعطيها هديه لشخص ثاني. اما نحن هديتنا اللي معنا صيتنا حنمشي كما تعودنا في الحلقه حلقات، نحن طول العائله من عائلاتنا ولكن بدون تصوير. في الختام منظر الفرجاني، عوض برغث، عوض يمرق عليه الحمل قاعد في السياره، محمود زقوب، محمد شقس، فريق بسيط بس العمل اقوى بيكم. رعاية الله، السلام عليكم. على الخير تلاقينا. ضيف حلقتنا لليوم يستاهل كل خير، ولأن فريق عمل على الخير تلاقينا حاب يقدم عمل الخير ويساعد الناس، ولأن الهدف الأساسي من البرنامج هو فعل الخير. كل اللي شفتوه مع ضيفنا من جوائز زيها بالضبط قدمناه لعائلة كانت بحاجة لمساعدة أهل الخير، ولكن بدون توثيق، احتراماً وحفاظاً على أدبيات العمل الخيري. إن شاء الله ربي يبارك في رزق كل من ساهم معنا في فعل الخير. على الخير تلاقينا، وانتلاقوا على الخير، وانتلاقوا على الخير. جوائز برنامج على الخير تلاقينا. مجموعة مواد كهرومنزلية قيمة وراقية من منتجات سيمبو وجولدن للوكيل الحصري والوحيد محلات ابن شاني، نادي الوحدة العربية محل 13. ساعة من أرقى الماركات من ساعات الشيخ، مول الشيخ، شارع دبي. عطر فاخر من حامل المسك، مول الشيخ، شارع دبي. جهاز قياس الضغط أو السكر مقدم من شركة الشاملة الطبية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية. نظارة من أفخر الماركات العالمية من دلتا للبصريات بالعون بجانب مقهى البكرش. سلة غذائية متنوعة من منتجات المحاصيل للمواد الغذائية. لبسة نسائية مقدمة من حنائن، شارع فينيسيا. كوبون مقدم من لاميس لمواد التنظيف. وجبة متكاملة لشخص مقدمة من مطعم هابي تشيكن. جلسة حلاقة متكاملة من حلاق كينجس. شارع البيبسي فوق جنة الفواكه.
حلال البن لأفخر أنواع البن. تشكيلة من أرقى العطور الرجالية والنسائية مقدمة من صيدلية جود لايف، الحياة أفضل، شارع فينيسيا بنغازي، شركة أوركيدا للخدمات الزراعية. على الخير تلاقينا، وانتلاقوا على الخير.